Tapia. كيحوجا تابا وكنتحكم كنتحكم الانسان رخصة ديالو وما كنتحكمهاش ليه وحدو كنتحكم الرخصة ونتحكمها بين عائلة. هاد اللقاء ديال اليوم هو كيدخل في اللقاءات التواصلية مع الإخوان ديال القطاع ديال قطاع المشروبات الكحولية، أرباب المحلات ومسيري المحلات، لأنه من الضرورة بمكان باش نبقاو نتشوفوا، لأنه المشاكل تراكمات والمعاناة كثرات والعذاب والقهر، ولهذا خاصنا نبقاو نتشوفوا باش نتوحدوا باش نتغلبوا على هذه المشاكل هذه، لأن هذه المشاكل كتجي غير اسمح لي نقول لك الناس اللي كياخذوا هذه القرارات كياخذوها بدون إنسانية بدون نظرة أنه هذا القطاع راه هو فيه مستثمرين وفيه مداخل الدولة وفيه الشغل اليد العاملة وفيه ما كياخذوش بهذه الاعتبارات، بحيث واحد المطعم كيجيو تجي المراقبة ديالو من طرف السلطات المحلية وكيلقاو شي مخالفة تافهة، مخالفة بسيطة تافهة ما كتستوجبش حتى انذار، فكيعطيو الانسان الاغلاق ديال شهرين وثلاث شهور حتى لست شهور، وكاين الناس اللي يسحبوا لهم الرخصة نهائيا. واش هذا عين العقل؟ اسمح لي نقول لك هاد الناس ما كتفكرش، هاد الناس المسائل تافهة نسحبوا الناس الرخص ديالهم ونسدوا لهم ست شهور وشهرين وثلاث شهور وربع شهور، ما عندها معنى، ما عندها معنى. ولهذا حنا غنبقاو نتشوفوا باش نتغلبوا على هاد المشاكل وعلى هاد القرارات الجائره.